مواجهة المثيرة أيضا اليوم بين النصر والهلال وما صاحبها من حالات. نعم، الحكم طاقم التحكيم فرنسي كامل بما في حكم الفيديو، حنشوف في الدقيقة 58 ثانية انذار لاعب الهلال، حنشوف هنا يعني مهاجمة وفي هجمة واعدة وقرار صحيح من الحكم بالإعلان عن الركلة الحرة مباشرة وبطاقة صفراء للسلوك الغير رياضي لأن كان في هجمة واعدة. حنشوف بعدها في الدقيقة 14 ونص هل هناك خطأ على لاعب الهلال أو نجح في لعب الكرة. هنا نشوف، حنشوف في الإعادة بتكون واضحة بالنسبة لنا. أوكي. ومن هنا واضح، حنشوفها من هنا لعب الكرة وبعدين صار في احتكاك بالكرة بالداخل يعني. وش قرارها المفروض؟ قرارها استمرار اللعب. لا يوجد قرار أي شيء. نشوف بعد سقوط مهاجم النصر في اللعبة الثانية الحين نشوف. أوكي. نعم نشوفها من هنا، نعم حنشوف الإعادة، نشوف هل كان في احتكاك جسدي أو في شيء تلامس أو موجود هنا. كمل ما يوجد اي شيء، ما في اي تلامس، وصالي سقوط طبيعي ولا يوجد ركله جزاء. نعم. حنشوف بعدها في الدقيقه تقريبا 39 سقوط مهاجم النصر داخل المنطقه والحكم سمع للفار وما ندري يعني ايش اللي دار بينه وبين تقنيه الفار. هنا نشوف المسك واضح وصريح، هنا واضح واضح. الان الاتحاد الدولي يركز على حاجتين، على المسك السريع هذا يعني ما في شيء الان، لكن المسك هذا واضح وصريح كان في شد مستمر مش يعني شد سريع. اوكي، بالتالي هنا ركله جزاء لم يعلن عنها الحكم. هنا ما شاف الحكم، هو سمع من الفي ار وما ندري ايش اللي دار بينهم، لكن اكيد انه حكم الفي ار ربما قال له ما في ركله جزاء، لكن هي واضح ان ركله جزاء. بعض الاراء اللي تابعتها في السوشيال ميديا اثناء ما نتفرج على المباراه يقول لك ممكن حدث الشد قبل لعب الكره. لا لا، بعد لعب الكره، الكره الحين في الهواء شفها. اوكي، شوف الكره احنا هذا ترى هذا مش رايي. ها لا لا، شوف الكره، مش رأيي. الكره شوفها طايره في الهواء ماشيه حوالي 20-25 يارد، ولو يعطينا الزاويه خلي يعطينا، يمكن نجي مع كلامك، يمكن في شيء ما شفناه. خلينا نشوف الحين. أيوه، هنا هنا شوفها من هنا، هذه اللعبه ماشي ماشي روح، هذا شوف الحين الكره اللعبة. موجود موجود الشد شوفها. نعم، والكره مستمره في اللعب. اذا ركله جزاء لم يتم اعلان عنها لمصلحه نادي النصر في الدقيقه تقريبا 39 و15 ثانيه. نعم، حنشوف بعد انذار، هذه شوفها واضح من هنا، مسك واضح صريح. ليش ما راح انذار؟ هو في اللعبات هذه يعتبر، يمكن هو طبعا متفق مع الحكم انه اللعبات اللي مش تقدير حاعطيك اياه، فهو بالتالي مشى مع الحكم. أوكي. الفار ولا ندري ايش اللي دار بينه، لكن هي على العموم ركله جزاء صريحه لم يتم اعلان. مين اللي في الفار كان اليوم؟ الحكم الفرنسي ميرخي بن هادي، حكم فرنسي. أوكي. نعم. طيب. زميله يعني بنفس اللغه، يعني احنا لو قلنا في لغه ثانيه ممكن يصير اللغه احيانا مش واضحه، لكن نفسه الموجود حكم الفار الاصلي. نعم. اللي هو الفرنسي ميرخي. حنشوف بعدها في انذار لاعب النصر، حاله رقم كم؟ نعم، حاله رقم 5، هذه نهايه الشوط الاول. حنشوف مش هنا، حتجي من هنا. اوكي، هذه مهاجمة بتهور والحكم على طول أوقف اللعب وعلى بطاقة صفراء وقرار صحيح، المهاجمة بتهور على قدم اللاعب. نعم. بدون كرة، شوفها من هنا، هذه على قدم المنافس، قرار صحيح. حنشوف بعدها في الشوط الثاني الدقيقة 50 سقوط مهاجم الهلال وإعلان عن ركلة جزاء بعد العودة للفي آر، وحنشوف من هنا. اوكي، شوفها من هنا الحين، خلت تجي الحين، كل الكلام ذا ما راح نقول عليه لأنه حتى ما نشوف الإعادة ونأكد عليها من اللي تسبب في الخطأ. نعم، أو من اللي ارتكب الخطأ. من هنا اللاعب اللي اندفع، اللاعب النصر رقم 8. نعم. هذا هو هنا، شوف هنا على قدم المنافس دخل وركله الجزاء كانت صحيحه وقرار صحيح. اوكي، رقم 6 بترس، رقم 6. نعم. نعم، انا حسب رقم 8 يمكن. حنشوف بعدها هدف الهلال في الدقيقه تقريبا، بس معلش اذا تسمح لي، ليش في هذه رجع للفار وفي الاولاني هنا بيقول لك انت تعال شوفها. وقف شوي لو سمحت. اللعبات التقديريه اللي هم يقولوا متفق عليها، شوف الشيء مثلا التسلل مثلا الواضح ما راح يروح، يعتمد على الفار. اوكي، هو الان هو متفق، لكن هنا قال له تعال شوفها انت. طبعا انا ما ادري ايش اللي يدور بينهم، لكن هو عند ثلاث حالات، اما يتفقون الاثنين على القرار وينتهي الجدل. اوكي، احتساب وعدم احتساب، او يكون فيه الحكم حسب والفي ار ما حسب يطلب منه يجي يشوفها. يعني انت تعتقد بانه في الحاله الاولى، والا ان الفار ما حسب يعني مش حيحسب والحكم راح يشوف. ماشي، انت تعتقد انه في الحاله الاولى يعني ما شجعوه انه يجي للفار، ما شجعوه على اعتبار انه هي حاله لا تستحق انه يجي يشوفها. يمكن قالوا شد وترك، يعني هذا حسب الان. أوكي. اللي موجود الان في التعديل الجديد الموسم هذا انه الشد السريع، لكن هذا ما فيه شد سريع، فيه شد مستمر. اذا استمر الشد وسقط اللاعب على اثر على حركه اللاعب. أوكي. هنا لابد من اعلان عن ركله جزاء. ما ودي ادخل في النوايا، ولكن تعتقد لو نادوه في الحاله الاولى وجاء شافها ايش تتوقع؟ ممكن حيحسب ركله جزاء. ممكن، انا وجهه نظري ما ادري. زي اللي شفنا احنا. طيب، احنا شفناها في القناه. روح للحاله السادسه، نشوف الحاله السادسه، هدف الهلال الثالث الدقيقه تقريبا 60 و30 ثانيه. حنشوف
لحظه تمرير الكره، هل كان اللاعب متقدم او كان في لاعب مغطين؟ هذا هدف الهلال الثالث لادواردو. ادواردو حنشوف الحين، تبغاها من كذا زاويه ولا من زاويه؟ لا من الزاويه الاخيره، هذه ما في شيء الحين، حتى الان ما في شيء، روح أوكي. العب حتى الان ما في شيء، هي اللعبه الاخيره هي اللي احنا حنطلبها في اللعبه الاخيره، حتى الان وقف، لا ارجع شويه، اللعبه اللي قبل هذه ارجع لحظه الحارس، لما ترجع من الحارس ارجع وانت كمل. نعم بس الحين ما لعبت الكره، لعبت لو راحت الحين مباشره حيكون متسلل، لو راحت مباشره مباشره، لكن الحين ارتدت ثاني مره اللاعب الثاني من لسه باقي لعبه، الحين رجع اللاعب وغطى اوكي، جت لعبه جديده، اصبح اللاعب اللاعب النصر اللي غطى اللعبه، في التالي هدف صحيح ما في شيء. حنشوف اخر شيء تسلل على النصر في الدقيقه 67 الغى هدف عن طريق تقنيه الفار او الحكم، حتى الحكم يعني المساعد اعلن وتاخر المساعد، المفروض انه خلاص يعني بعد اللعبه الاولى اذا ما تسجلت يعلن عن التسلل، يعني من هنا الحين اذا اللاعب هذا اللي استلمها الان سجلها خلاص انتهى، لكن هو الحين جلس حاور ورجع وراحت لعبه ثانيه، هو الحين المفروض يرفع اذا أوكي. كان عنده تسلل، لكن هو زي ما اقول قال خليني استمر حتى لو كنت انا قراري خاطئ يصير صحح لي الفار. اذا هذا القرار وشو؟ قرار تسلل صحيح، تسلل شوف العاده، شوف نعم. من هنا من لحظه قيام الكره لحظه التسديد كان المهاجم متقدم اوكي، ومن اللي استفاد اوكي، بس عشان احنا نكون كمان مهنيين بشكل كبير جدا نعم. مع المتلقي، قلنا قبل شوي انه ليش ما راح للفار في حاله ركله الجزاء وراح في الثانيه، هذه ايضا ليش ما راح للفار؟ لان التسلل واضح، واضح ما في تسلل، واحد يسوي واحد يسوي واحد زي واحد يسوي اثنين أوكي. هنا اذا هنا شوف هذه اوضح لقطه، لا هذا الكلام بار، لا لا اللي قبل شوي اوضح لقطه نعم تثبت انه تسلل، تسلل جميل، يعطيك العافيه، انت اللي يعطيك العافيه، الله يخليك، ما قصر.